حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي قال كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري قال فلما دخل شهر رمضان خفت فتظاهرت من امرأتي في الشهر قال فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فلم ألبث أن وقعت عليها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال حرر رقبة قال قلت والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غير رقبتي قال فصم شهرين متتابعين فقلت وهل أصابني الذي أصابني إلا من الصيام قال فأطعم 60 مسكينا.